My fucking mindset is I will not lose. I will not fucking lose, man. That's how you gotta move in this world today. You will not lose, regardless of the circumstances. I will not. صباح الأمل والتفاؤل على كل مشاهدينا. صباح جميل على كل هي بتسمعني دلوقتي. صباح الفل عليك يا رنيم. صباح الفل عليك يا دودو. عاملة ايه؟ وحشتيني. انتي اكتر يا حبيبتي. تعبتي وجبتي اخرك. رياضة عشوائية ودايت ومفيش فايدة. خدتي الاعشاب والادوية مع نفسك والوزن مرة بيزيد ومرة بيقل ومش عارفة ليه. الفكرة ان الهدف التخسيس موجود عند كل بنت وبتحلم بيه، بس ازاي توصله؟ لازم يكون فيه عزيمة وإرادة ويكون حد وراكي وبيشجعك. علشان كده النهاردة جبنا لكم الحل مع كوتش مينا سمير. كابتن مينا سمير مدرب دولي معتمد وصاحب مجموعة ماكس جيم، وحضرتك النهاردة جاي لنا بالحلول لكل بنوتة عايزة تخس. طبعا شرف ليا أكون موجود في برنامج كمان بيهتم بالمرأة قوي، ويعني الست المصرية طبعا اللي هي امي ومراتي وطبعا يعني النص الثاني في الحياه. فانا مبسوط طبعا، واتمنى ان انا احاول النهارده اقول حاجات كتير تفيد البنات ان هم يعملوا دايت وان هم يبداوا. عايزين نعرف بقى من حضرتك يا كابتن، فكره ماكس جيم جت منين؟ اول جيم حضرتك فكرته؟ هو الموضوع كله بدا ان انا يمكن اتشهرت الاول في مجال كمال الاجسام كولد عادي وسط مجموعه شباب، وكنت بتكلم عن الدايت والتمرين في وقت يمكن على السوشيال ميديا كان ما حدش بيتكلم فيه قوي. فابتديت احس ان في بنات كتير بتسال اسئله الى حد ما هي اسئله مبتدئين قوي. طب ازاي اخس من بطني؟ طب انا نفسي العب رياضه في البيت. فبدات اجاوب، لقيت اكتر الرياكت او اكتر التفاعل من البنات مع صفحه مينا سمير مثلا. هنا اركز ان انا اخلي المحتوى في الحته دي، حسيت ان انا هيبقى ليا متابعين اكتر في الموضوع ده، وحسيت ان في جاب في الوقت ده في الماركت او في السوق في الجزء الخاص بالليديز اونلي او بالبنات. فمن هنا ابتديت اركز اكتر مع موضوع ان انا انزل توعيه عن الدايت والتمرين البنات. ابتدت البنات تقترح، طب ليه انت ما تعملش جيم بنات وتدرب مدربات بنفس الستايل ده يدربونا في الجيم، ويبقى نفس التارجت ده بيتوسع اكتر في اماكن كتير. ومن هنا جت الفكره. جميل. لا فكره جميله طبعا. طب كابتن مينا، ازاي اقدر اخلي ان الرياضه تبقى لايف ستايل، اسلوب حياه، مش بس ان انا باخدها يعني واي ان انا اخس وبس؟ امشي بقاعده الرمادي. مشكله الناس دايما ان انا عشان ابدا لازم يبقى يوم السبت، لازم اول الشهر، لازم اكون مجهز حاجات الدايت، لازم اكون جايب كل حاجه، اكون دافع اشتراك الجيم، عامل مليون حاجه وحاطط لنفسي 100 رول عشان ابدا. انا لو بطلت موضوع الابيض والاسود واشتغلت رمادي، يعني النهارده العب رياضه من غير دايت، ابدا انزل الجيم، اجري نص ساعه واروح، ابدا اخش كلاسز، ابدا اعمل اي مجهود، احب الجيم، اعمل عاده، اكون عاده ان انا بروح التمرين، بعدها ابدا دايت. مش لازم الدايت القاسي اللي هو اقطع عيش واقطع سكر واقطع، مفيش الكلام ده. انا ببدا الاول اعود جسمي، لان مفيش حد بيتعود على حاجه في يوم وليله. فعشان اغير عاده من ان انا بصحى متاخر، ان انا ما بلعبش رياضه، ان انا بعمل دايت، الجسم هيريزيست وهرجع اسوأ من الاول. فانا لو مشيت بقاعده الرمادي وبدات الموضوع بيبي ستيبس، وبدات الموضوع ان انا عامل زي الطفل اللي بيتعود يمشي ازاي، هنا هينجح الموضوع. طبعا مظبوط. علشان كده الدايت بيفشل وما بنكملش فيه، ناخد القرار وبعدين ما بنقدرش نكمل. هو انا شايف سبب الدايت انه بيفشل ومحدش بيكمل فيه ان هو بيركب القطر مش عارف يروح فين. يعني انا النهارده ازاي عايز اعمل دايت وانا مش عارف التارجت بتاعي؟ ينفع النهارده اقول لك انت هتركبي القطر ده وهتسافري، طب هروح فين؟ انا مش عارف التارجت بتاعي او الوجهه بتاعتي اللي انا عايز اروحها. فلازم اعرف النهارده الجول بتاع الشخص، حتى لو عامل نفسي، حد بيتريق عليه، حد بيتنمر عليه، عايز تخس عشان الشغل، عايز تخس عشان اترفضت في انترفيو، اتطلقت او اتفسخ خطوبتها بسبب موضوع الوزن الزياده، وبيحصل كتير. فانا هنا في عامل نفسي، انا ايه الجول بتاعي؟ انت عايز تخس ليه؟ عايز تنزل الجيم ليه؟ لو واحد قال لي لا عايز انزل الجيم وخلاص، ده مش جول، هيزهق. فانا لازم النهارده احط جول واحط له بلان امشي عليها. فانا لازم احدد للشخص اللي قدامي العامل النفسي اللي ورا نزول الجيم. يعني انا نزلت الجيم عشان ما عنديش ثقه بنفسي، فدايما كنت بحس بلاقي نفسي في الجيم. مزبوط. فكل ما تبعدين عن الجيم ثقتي بنفسي تقل، فهو بيتي. فانا لو ما عملتش ده مع الشخص اللي قدامي مش هيكمل. طبعا. بس فهي دي نقطه مهمه ان انا احدد الجول بتاعه. طب كابتن، بيبقى في ناس اوفر ويت، خلاص بقى بتبقى شايفه الدنيا سودة ولا مش عارفه تخس، وتقرر ان هي تعمل عمليه، او يعني خلاص ما فيش حل تاني غير عمليه. هل حضرتك مع فكره عمليه التخسيس؟ اسهل حاجه دايما الطريق السهل. اسهل حاجه ان انا اخد قرار الحل السحري اللي في الاخر انا بندم على نتائجه. انا بشوف موضوع العمليات مهم،
للناس اللي محتاجه العمليه. النهارده انا مش قادر اعمل دايت وما جربتش دايت وجسمي سليم وانا حد مش راضي بفضل العب رياضه واول قرار اخده العمليه ده غلط جدا. شايف ان انا اخد قرار عمليه ده بعد 10 سنين محاولات ولما ما اجيبش نتيجه في ال 10 سنين ابقى اعمل عمليه. لكن فكره ان انا اول طريق الياس ان انا لا مش هعمل دايت لا خالص. الموضوع محتاج اراده والا كانت كل الناس بقى الشيب بتاعها حلو والموضوع مش سهل هو طريق صعب بس هو ليه قيمه وليه فاليو. وفي نفس الوقت انا النهارده العالم كله بيخس وبيتخن في نفس السنه 100 مره بس الفكره اغلبيه السنه بتاعتك محافظ على اللايف ستايل مش اغلبيه السنه اوفر ويت. دي اهم انا بيجي عليا وقت ببطل تمرين وبتخن بس اغلبيه السنه بتاعتي بلعب رياضه لكن عمري ما هستمر على طول وما ينفعش ابطل على طول. لا مظبوط. طب يا دكتور في جاي لنا سؤال من على صفحه البرنامج. بنوته عندها 14 سنه وزنها مليان شويه وبعدين هي بيزيد وبيقل بس انا عايزه ابدا معاها ابدا بايه؟ هل ابدا بدايت ولا ابدا بان انا اوديها الجيم؟ طب لو وديتها الجيم تعمل اجهزه ولا تعمل كارديو ولا تعمل كلاسز؟ يعني حضرتك شايف نقطه البدايه منين وازاي اقنعها بيها برضو؟ ممتاز. ازاي اقنعها بالجيم؟ موضوع الاطفال من سن 8 سنين لسن 15 16 سنه حساس جدا لان هم في الوقت ده بيتعرضوا للتنمر في كل الدايره او الـ او الـ او الـ او الحاجه المحيطه بيهم. فانا الموضوع بيبقى حساس. لو انا النهارده ابني او بنتي اوفر ويت شويه فهو بيلمس ده في المدرسه حتى لو مش باين في البيت فانا قلت له انزل الجيم عشان تخس خلاص انا هنا عملت له انسكيورتيز وعملت له بيأثر على نفسيته خلاص هو اتدمر ثقته بنفسه اتدمرت لان البيت هو الكونفورت زون بتاعي هو الامان. فلما انا بابايا ومامتي يشوفوني تخين ويقولوا لي انت تخنت يبقى كلامهم في المدرسه صح. هنا انا بكره الدايت وبكره الجيم. الموضوع بيجي ان انا بخليه ينزله بمزاجه بحاول احسسه ان الموضوع انت اللي واخد القرار. اخليه في الاول يشوف الجيم يشبط فيه ايه ده نفسك تيجي طب انا هشترك لك مع انك مش محتاجه مثلا. فانا هنا بوصله بثقه بنفسه ما بجيبلوش سيره الدايت. بعد ما يلعب رياضه شويه احنا بنبدا نقول له انك تظبط اكلك عشان توصل لجسم احسن مش محتاج تخس. في فرق ان انا ببيع البيعه هنا للطفل بتاعي ازاي. انت عايز صحتك تبقى احسن وشكلك احلى ازاي بقنعه لكن ما اقولوش شكلك وحش فرق كبير طبعا. انت حلو بس المفروض تبقى احلى انا عايزك تبقى احلى. طب انت شايفني محتاجه اخس؟ لا خالص براحتك مش عايز تنزل ما تنزلش. وهنا بخلي الاب والام لو انا بتعامل مع طفل او بتعامل مع سن صغير انا بحط له الموضوع بص احنا مش بنبدا دايت بس انا شايفك بطل حابب نبدا مع بعض وتصور لي رحلتك. الطفل هنا بتشجع قوي وبيبدا يشاركني وبيلاقي النتيجه هوا فينزل الجيم وتتمرن تخش كلاسز بتعمل تمارين للفتنس وتبتدي تاخد ثقه بنفسها. طب هل تشيل الحديد ولا الحديد لا ممكن يبقى افضل ان هي تعمل تمارين للفتنس سمعنا ان بيأثر فعلا ولا هي لا هي الموضوع بيبقى جيناتكس بس هي لما بتعمل تمرين مقاومه بسيط لان حتى الاسليس والنصراديين البنات اللي بتبقى صغيره تلعب هاند بول او باسكت بيدخلوهم الجيم وبيلعبوا تمارين للفتنس بس بيبقى اكتر حاجات ليها علاقه بالفتنس وحاجات ليها علاقه بالكلاسز والكارديو الحر. فهي بتعمل مجهود بتعمل بتخلي نفسيتها احسن كل الكلام ده بيرفلكت عليها ثقه بالنفس رهيب. دي اهم حاجه للطفل. في ناس بقى تخوفنا تودي البنوته الجيم ده هي كده هيطلع لها عضلات تبقى شبه الرجاله. فعلا في ناس عندها معتقد ده كتير ان هيطلع لها ممكن تبقى عضلات. شبه الولاد عضلات بس مش هتبقى شبه الرجاله. الرجاله نفسها بتاخد هرمونات عشان تطلع عضلات فهي يعني الرجاله نفسها مش يعني العضلات مش سهله الموضوع مش بسهوله كده وربنا خلق البنت ان هي لما تتمرن وتعمل عضلات العضلات بس بتخلي شكلها الجسم أجمل. مشدود طبقه الجلد مشدود يعني شكل جسمها ان شيب هي جسمها مشدود لكن مش ماسكلر مش عضلات لان هي ربنا خلقها بالهرمونز بتاعتها ما تبنيش الكم الماسلز ده مش زي الولد. فهي مهما اتمرنت هو بس جسمها بقى مشدود. شكل العضلات البنات اللي بنشوفه بره دي ناس واخده استرويدز وناس واخده هرمونات حولت جسمها لده لكن بيبقى صعب قوي ان يطلع لها ماسلز بقى شبه الولاد. والله ما تعرف تعملها مش شفناها مستحيل لا مستحيل خليها تلعب 3 سنين مش هتلاقي يعني دي اشاعه مش موجوده مش موجوده خالص. طب كابتن حضرتك عملت مبادره الثلاث شهور ازاي اقدر اغير حياتي في خلال 3 شهور ممكن تكلمنا عنها اكتر؟ انا علميا لما قريت موضوع الكليات العسكريه في العالم ان الموضوع بيبقى 45 يوم و90 يوم ليه؟ لان انت بتكون هابت بتكون عاده في 21 يوم وبتكون لايف ستايل في 45 يوم حياتك بتتغير في ال 90 يوم. فانا هنا ببدا الموضوع مع ان انا اكون عاده اول 21 يوم 45 يوم غيرت المينتاليتي لشخص ابتدى يحس من الفاميلي بتاعته واصحابه انت جسمك بان عليه شكلك بقى احلى كده 90 يوم هو شخص عاشق للرياضه بينشر الرياضه بينشر ان الموضوع ايجابي جدا ولازم تعملوه. فانا هنا بعمل التشالنج 90 يوم بغير مينتاليتي اكتر ما بغير جسم. بعد 90 يوم هو بيبقى شخص لو انا قلت له ما تمشيش على الدايت هيقول لي استحاله خلاص بقى لايف ستايل بقى اسلوب حياه اتعود. فانا بكون عاده الاول عشان يتعود على الموضوع وما ببقاش انا برضو ماشي بقاعده الابيض والاسود لا الرمادي يقول لي انا عكيت النهارده خلاص هعك بقيه اليوم خالص براحتك نكمل.
طب انا عكيت بكره مفيش مشكله نكمل. المتابعه دي بتخليه يتشجع طبعا، في حد مركز معايا فبحاول ان انا ابقى محافظ. مفيش بطل بيطلع في العالم حتى ابطال العالم الا لما بيكون وراه مدرب فوق دماغه بيشجعه اكتر ما يدربه. مظبوط، هي دي الفكره. طب هنا اسال حضرتك سؤال، مين اكتر يعني بلاش اسم المدرب، في نصيحه من مدرب حضرتك فاكرها وما بتنساهاش؟ سيلفستر. هو مش مدرب قد ما هو شخص بيدي موتيفيشن، بس قال جمل كتير في افلامه وفيلم روكي والافلام اللي عملها، انا الجمل بتاعته بتاثر فيها جدا. جمله معينه في ذهن كابتن مينا بتيجي على طول؟ على طول، ان مهما خدت ضربات الحياه كلنا بناخد ضربات الحياه، ومحدش فينا هيقدر على ضربه الحياه. بس الفرق بيني وبينك ان مين اللي بياخد الضربه ويقف، بياخد الضربه ويقف تاني، هو ده اللي يعني الناس كلها بتواجه ضربات الحياه، بس الفرق مين اللي بيكمل. أيوة. مين عنده تراجين. والفيلم برضو بتاع انه مدربه لما هو كسل عن التمرين فقال له مش قادر تمورو، قال له مفيش تمورو، احنا هنتمرن دلوقتي، قال له تمورو، قال له دلوقتي. فدي من اكتر الجمل اللي بتحفزني في حياتي طبعا. وحضرتك في الجيم اول مره نسمع عن جيم بيدي دبلوم التدريب، موضوع جديد علينا، ممكن أنا حضرتك تكلمنا عن دبلوم التدريب والتغذيه؟ انا كان كاريري ضابط شرطه، فحبيت مجال تاني وسبت الداخليه مع انها حاجه كبيره جدا، لان انا لقيت شغفي في حاجه تانية. فدايما بشوف ان انا عشان انجح تيم بتاعي لازم يبقى الشخص بيحب ده. صح، في باشن، يعني في باشن، في شغف، حتى لو هو بيتعب والشغف بيروح ويجي، بس هو ستيل بيحب مهنه التدريب. أكيد. انا مش عايز اشغل عندي موظف. انت بتغير حياه الناس لو انت مش بتسبيريت الناس وبتشجع الناس بيبقى فيه فايبس رهيبه في المكان. انت بالنسبه لي مش مدرب، انا مش عايزك مدرب حافظ الاجهزه، انا عايزك مدرب تعرف تحفز الناس ان هي تلتزم على التمرين، ما يجيليش النهارده ويختفي بكره، انا عايزه كل يوم مستني اللحظه اللي قابلني فيها. من اكتر الحاجات اللي عجبتني عندكم كمان فكره ان لما بتتاخر هي بقى راحت اول اسبوع وكسلت زي ما كل البنات بتعمل. دايما بيبقى في فولو اب، في متابعه، والمتابعه دي تبقى اهم حاجه طبعا. ما جيتيش ليه النهارده؟ يعني التشجيع ده طبعاً مهم جدا. طبعا الموضوع ده مهم جدا. اول حاجه احنا لما بيجي عميل بيختفي من على السيستم 7 ايام 10 ايام بنعرف ان هو ما جاش، فبيظهر ده لتيم متخصص يتصل يطمن عليه. العميل لما بيحس، هو العميل دايما السيلز بيشتغل عليه قبل ما يدفع الفلوس، فبعد يدفع فلوس يقول لك العلاقه انتهت. أيوة. لما يحس ان انا بكلمه اطمن عليه وانا مش محتاج منه حاجه. وهو اوريدي ممبر او اوريدي مشترك، هيحب ان بيحس بيبقى فيه ايه ده، ايه المكان الجميل، ايه ده اصلا انا كسلت، لا ما تكسليش، لا تعالي، وتبقى اللي بتكلمها اصلا كاركتر صوتها بيدي موتيفيشن في المكالمه، صوتها عالي، في سبيريت، في حماس، فالبنت بتنزل تاني يوم. لا صح، لا وانا كمان من الناس بصراحه اللي بتروح تشترك وما بتروحش. معظم الناس بتشترك يعني تلاقي واحده تقول لي انا بقالي سنه في يعني اشتركت بقالي سنه وما خدتش الشبكه، انا اشتركت بس ده كتير على فكره. بروح اجدد كمان، يعني هي بتاخد القرار، بس هي زي ما رجعنا لاول نقطه، مفيش جول، مفيش هدف، مفيش عامل نفسي بيصحيها كل يوم انزلي انزلي. انا بنزل الصبح الساعه 6 الصبح تمرين، ولا يوم من دول ببقى صاحب مزاجي، انا ببقى صاحي مش شايف قدامي، بس عندي تارجت، عندي جول، لازم ابقى ان شيب، لازم يمينه توصل للجسم اللي انت عايزه، لازم تبقى مميز في الحته دي. لا مظبوط. طب كابتن مينا كلمنا اكتر عن الصيام المتقطع وايه فوائده وايه اضراره. طيب انا قبل كده اتكلمت ان الصيام المتقطع مش حاجه بتخسس، هو نظام لتنظيم يومي في السعرات الحراريه عامل ازاي. انا بشوف او الدراسات بتقول ان هو ما ينفعش لاكتر الناس اللي ممكن تكون ما بتقدرش تستحمل الصيام او بتحب تاكل وجبات صغيره كل شويه. في ناس ما بتحبش السكريات تقدر تعمل صيام متقطع. الفكره كلها واللقطه كلها في وقت الفطار هو بياكل ايه، هياكل نفس نظام الدايت اللي هياكل واحد تاني في يومه العادي. بدليل ان شهر رمضان في ناس بتتخن فيه وناس بتخس، مع ان ده الصيام المتقطع. ليه؟ لان هو كل ايه وقت الفطار، كل ايه في يومه، الجسم في الاخر ملوش دعوه انا صمت قد ايه وكلت قد ايه، انا خدت كالوريز قد ايه على مدار الاسبوع، خدت اكتر من اللي جسمي محتاجه وتخزنت دهون، خدت اقل خسيت، دي المعادله اللي محدش بيخرج براها. طب بصوم قد ايه وبفطر امتى والكلام ده؟ هو الاغلب واللي سائد ان الناس بتفطر 8 ساعات بس في اليوم. تمام. هو ده الاغلب في الصيام المتقطع، والناس بتستعمله. دي تبقى افكتيف اكتر، يعني فعاله ان انا احرق الدهون اكتر. فعاله اكتر، بتعلي الحرق اكتر، وهو نظام صحي جدا لو انا التزمت بيه بالدايت وقدرت التزم بيه، هتبقى نتائجه في التخسيس ممكن اعلى من نظام الدايت العادي. لا مظبوط. طب ايه اسوأ نوع دايت ممكن نعمله؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل من حضرتك ان شاء الله. اهلا بكم مشاهدينا بعد الفاصل. كنا بنسأل كوتش مينا عن ايه اسوأ نوع دايت ممكن نبدأ بيه او نلجأ له، ايه بقى؟ طيب اسوأ انظمة دايت، وده بتصنيفات طبعا، في حاجة اسمها اليو دايت او الدايت اللي هو
انا بعمل النهارده دايت وبكره ديرتي فود او فاست فود. وكلمه ديرتي فود او فاست فود بيسموها برضو بالانجلش جانك فود، لان هو اكل معظمه فاتس، فاكل معظمه زي ما بيقولوا الكواليتي بتاعت الاكل وحشه جدا. والدايت التاني الكيتو دايت. الكيتو دايت مصنف ان هو ما ينفعش يكون دايت، لان في ناس كتير بتمشي عليه وجاب لناس مشاكل كتير في الكوليسترول. مش اي حد يمشي على الكيتو دايت، وبيكون فترات معينه وهو مش دايت صحي، بيخسس لكن ليه اضرار. احنا ممكن النهارده وانت بتاكلي لنفسك فيه تخسي، لان معادله الخسسان والتخن ليها علاقه بالسعرات الحراريه. في جمله معينه اسمها كواليتي اوف فود، انا بخس بالاكل الصحي، بخس ان انا اخد نسبه بروتين كربوهيدرات فاتس صحيه مينرالز وفيتامينز، انا بعمل توازن بين ده والاهم الميه. لكن انا النهارده ممكن اكل فاست فود وجبه صغيره واقول سلايس بيتزا واقول هاكل شوكولاتايه وخدت السعرات بتاعتي حراريه. أيوة. جسمي ما خدش اللي محتاجه. صح. طب اشرب قد ايه ميه في اليوم؟ انا المفروض المعادله اللي هي بيقولوها الدرجه ان انا من كل 20 كيلو من وزني لتر، يعني لو 60 3 لتر. أوكي. لو 80 4 لتر. بس الفكره الناس ما بتعرفش تشرب ميه. هل بتفرق وقت التمرين اشرب ميه قد ايه؟ اشرب. طب ولو حد ما بيحبش يشرب ميه؟ ما بيعرفش يشرب ميه. هي الفكره في كلها ان الميه جرادولي، برضو بيبي ستيبس. طب انا عشان اشرب ميه لازم اعمل ايه؟ لازم افقد ميه، ومش هفقد ميه غير بالمجهود. فعشان كده بنقول دايما العب رياضه، العب كارديو، اعمل كارديو على الريق، ده هيخليك تفقد ميه، بالتالي تشرب ميه اكتر، بالتالي الميه الزياده اللي في جسمك تنزل اللي متخزنه. لا، وخاصه ان احنا كمان داخلين على فصل الشتاء، فالناس ما بتشربش ميه خالص، وممكن تبدلها بحاجات تانية، مياه غازيه او عصاير. فازاي بقى نقدر ان احنا نخليهم يشربوا اكتر ميه؟ هل ممكن يستبدلوها مثلا بايه؟ يعني انا لو بالنسبه لي هو بيشرب الميه بتاعته في وسط اليوم، بيشرب مثلا عصير فريش، بيشرب شاي اخضر، بيشرب حاجات صحيه، بالنسبه لي انا ده في وسط السوائل بتاعت اليوم. بس يحاول يشرب الميه العاديه، وهو يحاول يعمل المجهود اللي يخليه فعلا حتى لو يطلع السلم وينزل السلم يتمشى غصب عنه يمسك ازازه الميه. الموضوع بياخد وقت وتعود، بس هي الميه سحر. في ناس بتستبدله باليانسون وشاي الاخضر وشاي العادي وكده. كل دي سوائل وممتاز، كل دي سوائل وممتاز. هو بيشرب حاجات صحيه في الاخر وميه، بس ميه باعشاب، فممتاز طبعا. طيب لما يكون الجسم كله تمام بس في منطقه كده ما عندها، نعمل معاها ايه؟ طيب مبدئيا الجيم والدايت ما بيفهمش ان هو يخسس الجسم من حته معينه، ده بيبقى فقط في عمليات النحت. لكن ما فيش حاجه اسمها انا بخس من حته معينه، هي الفكره ان بيبقى في منطقه فيها عضلات ضعيفه، فبالتالي بتخزن دهون اكتر. دايما العضلات المنطقه اللي فيها العضلات ضعيفه بتبقى اكتر منطقه في الجسم تخزن دهون. عشان كده تلاقي حد بيقول لي انا بخس من الجزء اللي فوق بس ومش بخس من اللور بادي او من الجزء اللي تحت. ليه؟ لان العضلات تحت يعني اقل من النورمال بتاع الجسم فوق، فالجسم دايما بيخزن الدهون في المنطقه اللي فيها عضلات ضعيفه. فعشان كده بيحاول مع الرياضه انه يعمل توازن في عضلاته، بالتالي يبقى في توازن في توزيع الدهون. واحيانا بنلاقي الوش بيخس مع الدايت والجسم ثابت زي ما هو. صح، عشان ده دايت غلط. ده الدايت اللي بيعتمد على سعرات حراريه قليله جدا، بالتالي الجسم بيفقد المعادن والفيتامينز اللي في جسمه، وبتدي العضلات تقل والحرق يقل، فيبتدي وشه يخس. ده دايت غلط، ده دايت بشكل غير صحي. هذه الفكره، لان وشه محتاج غذاء، بشرته محتاجه غذاء، شعره محتاج غذاء، ضوافره محتاجه غذاء، جسمه والعمات الحواديه كلها محتاجه عناصر غذائيه معينه، هو بيسيبها فبتسيبه. طب الاكل الدايت مكلف. صح. مع ان يبدو ان شكله دايت. لكن احنا عشان نمشي على دايت نسبه بروتين معينه، فاكهه، حضرتك يعني ما فيش حل؟ يعني حاجه بالذات الاسعار الفتره دي غاليه والحياه صعبه. صح، هقول لك حاجه. هو مبدئيا الاكل الدايت غلط. سوري، الاكل الدايت غالي. سواء الاكل الدايت غالي عشان الناس بتجيبه مره واحده مثلا في الاول فبيدفع رقم كبير، سواء حسب هو بياكل كل يوم من بره بكام هيلاقي نفسه دفع اضعاف. طيب والاكل يعتبر فعلا في الوقت ده ان انا عشان اجيب فراخ ولحمه وسمك واجيب بيض الصبح، لا ميزانيه. طيب ايه الصح؟ ان انا ابدا اكل اكل البيت بكميات اقل، ابتدي اعمل حاجه اسمها بدايل. يعني انا بدل العيش البلدي اجيب العيش التوست الاسمر السن، انا هنا كلت عيش بطريقه صحيه. الرز اللي انا باكله كلنا بناكله في البيت ما اعملوش بزيت، اعمله مسلوق. البطاطس احطها في الاير فراير او اعملها في الفرن. هنا انا بعمل حاجه اسمها نفس اكل البيت صحية. بس بشكل كل نفس اكلك دايت. قلل كميات، خليه بشكل صحي اكتر، ما تتعبش نفسك وتحط على نفسك هسل ان انا لازم ابدا دايت خالص. اهتم بصحتك، بلاش برضو نظريه الابيض والاسود. لا، قلل وزنك، خلي شكلك حلو، وبالعكس ده انت بتهتم بصحتك. طب الملح بيتخن؟ الملح هو الصوديوم، هو اللي مهم جدا لحياتنا، واللي من غيره لو حد قطعه خالص ممكن يموت. تمام. طب الصوديوم ايه الكميه اللي محتاجينها للجسم حد كبير؟ هو الصوديوم او طفل عامل زي السكر. انا لو خدت النهارده، في ناس يقول لك انا ممكن اخد معلقه سكر في اليوم او معلقتين وسط السعرات بتاعتي، انا طبعا ضد ان انا اخد سكر اصلا، بس انا بقول ماشي ما ياخدش 10 معالق سكر.
الصوديوم برضو من 5-7 جرام في اليوم بيبقى صحي جدا. انا بقى باكل مخللات، باكل جبن كتير، هنا الصوديوم دخل في مرحله انه بيحبس ميه، بالتالي بيزود الوزن، بالتالي انا بيجي لي اكتئاب لانه وقفت على الميزان زاد 3-4 كيلو. ده ميه متخزنه في الجسم، جسم عمل ووتر تنشن بسبب ان الصوديوم بيشرب ويحبس الميه. عكس مثلا البوتاسيوم بيطرد الميه، عشان كده لما حد بياكل موز يقول انا عملت دايت موز باللبن. فهي دي الفكره. طب كابتن، في ناس بقى ماشيه دايت مظبوط جدا، بس تيجي بقى على فتره بالليل كل حاجه بتبوظ، ممكن يبقى طلب بقى فاست فود، كل حاجه باظت، عشان هنا الدايت ما كانش مظبوط اصلا، ان هو ما حافظلوش على مستوى الانسولين في الدم، فخلاه بالليل يبتدي يجوع ويبتدي خيالات بقى، طب ما اطلب اوردر كذا، طب ما اعمل كذا. لان هو قعد فتره طويله ممكن ما يكونش كل، او كل وجبه ما فيهاش نسبه كربوهيدراتس كويسه، لان نسبه الكربوهيدراتس اللي هي حاجه اسمها لو جلايسيميك اندكس او مؤشر السكر بتاعها قليل، ان هي ما بتعليش الانسولين، بتحافظ ان الواحد يحس ان هو شبعان. عشان كان ما حد بيصحى يفطر شوفان يحسوا شبعان، الياف يحسوا شبعان، نفسه ما تروحش لحاجه حلوه. واحد قعد فتره طويله ما اكلش، يبتدي الانسولين يقل، فيبتدي يجوع، يبتدي يحس نفسه بحلويات، الجسم بيخاف يحرق. انا سمعت مره ان انا لما اتجوع الجسم جامد كده هو خايف يحرق. طبعا الجسم بيتعامل مع المخ، مع الجسم بيتعامل معاكي على انك في صحراء، انت ما اديتلوش اكل، يبتدي يخزن، انا كده ما فيش اكل، الراجل ده هيجوعني، انا امسك في سعرات حراريه عشان افضل عايش، يبقى في مقاومه، فهيبقى في مقاومه. زي الميه بالظبط، الناس بتفتكر ان انا لما ما اشربش ميه جسمي ما يخزنش ميه، بالعكس، ما بتشربش ميه الجسم بيخاف على الميه اللي عنده بيحبسها، تشرب ميه كتير ينزل الميه. بس لازم بقى ايه، ميه ودايت ولعب رياضه. نرجع للجيم بقى، ماشي، ايه الافضل، الاجهزه ولا الكلاسز ولا الكارديو لو انا لسه مبتدئه؟ انا شايف ان الثلاثه مهمين، الكلاسز هي الكارديو، هي الهارت ريت، هي معدل حرق بتاع جسمي، هي صحتي، ده تمرين عضله القلب. في ناس تقول لك عضله القلب ملهاش تمرين، الكارديو هو تمرين عضله القلب. دي اهم عضله بتمرنيها، لان دي بتخلي الجسم كله صحي، ودي اللي بعد كده بتكبر العضلات وبتدي ضخ دم او بامب للعضلات اكتر. يعني ما ينفعش اشيل ويت من غير ما اتمرن كارديو، لازم الاثنين، لازم ابالانس الاثنين. والكارديو هيحسن ادائي في تمارين الويتس. طيب انا بشيل ويتس ليه بقى؟ هنا انا بعمل تمارين المقاومه، العضلات بتقاوم الوزن، وهنا العمليه اللي بتحصل ان الفايبرز او العضلات بتتقطع، بالتالي انا بعمل ريكفري تاني يوم والعضلات بتكبر، واول ما العضلات تزيد في الجسم الحرق بيزيد. نفس الدايت اللي ما كانش بيخسسني لما الحرق يزيد اخس منه. طب الشباب بقى اللي بيحبوا يروحوا الجيم، هل فكره انه يروح الجيم الصبح وبالليل دي حاجه صح ولا غلط؟ هو يعني لو قد ايه وقت تمرين في اليوم؟ انا برضو بشوف ان هو لو حد بيمرن نص ساعه، ساحل ساعه ونص ده مناسب قوي. طب هو شخص بقى بيحب الجيم وصبح وليل، انا مش هقول له بطل الرياضه، بس ده ممكن لو هو مش بياكل كويس قوي يعني حاجه اسمها اوفر تريننج، يتعب ما يبقاش قادر يتمرن. يعني الناس اللي بتتمرن صبح وليل دي ممكن تقلب بالعكس، صح، مش هيبقى قادر يصحى اصلا، الجسم ما يقدرش يعمل ريكفري. لكن لو واحد قادر يعمل يبالانس انه ياخد سعرات حراريه واكل التمرين صبح وليل زي ناس رياضيين الادفانسد ينزل. طيب ماكس جيم بيهتم بالبنات قوي ومدلعنا وعروض ومتابعنا في كل حاجه، يعني الستاف كله بروفيشنال وبيهتموا بيهم قوي. الرجاله بقى قالوا لي ممكن تسالنا لينا نصيب في ماكس جيم؟ احنا والله هي الفكره ان انا بس الموضوع نجح معايا جدا وتخصصت فيه، وانا لسه بفكر. يعني احنا دايما من اكتر الجيمات اللي عليها طلب الناس ما تفتحوا في كذا ما تفتحوا في كذا، فانا يمكن لسه عايز اغطي مصر كلها وربنا يكرم كمان. من هنا بقى معلش عايز اسال سؤال، الفرع الخامس فين؟ الفرع كل الفانز عايزين يعرفوا. هيكون طبعا انا عشان ناس في مدينتي وناس في الشروق وناس في بدر قالوا لي احنا محتاجين جيم في الاريا دي، لان الاريا دي بعيده شويه عن مدينه نصر، فعملنا فرع في اكبر مول في بدر. يعني ان شاء الله يبقى فرع باذن الله يبقى نقله لمدينه بدر. ده حلو جدا، وان شاء الله نشوفكم في كل المحافظات إن شاء الله، لان هي تجربه متميزه وجميله فعلا ان شاء الله. شرف لينا، شرف يعني لينا. انتوا بجد تيم وورك رائع. ده شرف ليا طبعا، بس انا برده حابه المكان وفكرته وتعاملكم مع الناس، وقد ايه المتابعه، يعني ان احنا بنحس انتوا حد من اهلنا، مصلحة كل بنت تحبكم فعلا، ان الروح بتاعت المكان تبقى حلوة، السبيريت طبعا، موتيفيشن، والناس تشجعك، تبقى مقفولة منه ما تقدرش ان هي تروح تتمرن. بصي معظم الناس للأسف احنا عموما ده طبع العالم كله مش حتى هنا، الطاقة السلبية، فلما بيبقى في حد بيدي طاقة ايجابية وكمل وهتحاول، ده بيبقى مميز طبعا وبيقوم ناس حواليه. فالعامل النفسي مهم جدا، احنا بنشتغل العامل النفسي قبل العامل الجسدي. بس انا عايز انسب حاجة برضو، نجاح الاختيار الاستاف ونجاح اختيار التيم ونجاح ان الناس اللي عندها سبيريت هي دكتوره ميرنا مراتي، اللي نشكرها من البرنامج جدا، وان شاء الله المره الجايه تكون معانا ان شاء الله. يعني هي لو احنا بنتكلم على الستات الناجحه، هي بجد في نظري
من يعني انجح ست شفتها في حياتي ما شاء الله. يا رب دايما هي نصك التاني ونصك الحلو. بالمناسبه بقى يا كوتش مينا، ممكن حضرتك تشجع البنات ان هم يروحوا الجيم اكتر، ان انت تعمل لنا مفاجاه او سيربرايز كده؟ انا اسفه بفاجئك. طبعا لا 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 خلاص، عايزين نعمل لمشاهدات النص التاني ده حاجة هديه من ماكس جيم. طيب انا ممكن نعمل مسابقه ننزلها على البيج عندكم، حلو قوي، نختار من الكومنتس مثلا عشوائي عدد كبير ناس تاخد اشتراكات فور فري فاقرب فرع ليها في فرع القاهره والجيزه، حصري من البرنامج، وناس كمان اتابعها 90 يوم تشالنج واوريكم صور بيفور وافتر ان هم يتحولوا وفرق التحول بتاعهم يبقى قصه نجاح بعد كده. على فعلا كل هي اي حد دلوقتي تعرف ان كوتش مينا عامل لها مفاجاه وان ليكي نصيب ان انت يكون جسمك احلى وانت تستاهلي انك تبداي ودايما يكون عندك اراده وعزيمه وهجاوبوا على المسابقه. كله يجيب ان شاء الله المسابقه كبيره باذن الله عدد كبير يكسب. دلوقتي لو حد خلاص وصل للوزن المثالي ازاي يقدر انه يثبت ويحافظ بقى خلاص على الوزن اللي هو وصل؟ هو وانس انه وصل للوزن المثالي مش هيقدر يبطل ان هو يكمل رياضه ويحافظ على الدايت، بس في ناس للاسف بترجع تاني. يعني انا اعرف ناس بعد ما تكون وصلت للاسف يحصل ان هي ترجع تاني لنقطه الصفر، بس هو بقى بطل وصل مره، فاللي بيوصل مره بقى معاه الكي، بقى معاه المفتاح، فاللي قدر يعملها مره هيعملها 100 مره. هي الفكره في الحياه ابس اند داون، بيحصل له ظروف غصب عنه نفسيا او جسديا، ضغوطات الحياه، ضغوطات طبعا الحياه بتخليه غصب عنه يجيف اب، يستسلم للدايت ويستسلم للتمرين، بس هو اوريدي عملها قبل كده فيقدر يعملها تاني. والاهم لو هو كان واصل وعايز يمنتين ويحافظ على ده يفضل محافظ على تمرينه والدايت هيفضل محافظ على ده، لان الجيم تسيبه يسيبك، الدايت يسيبه يسيبك، لا هو مش هيفضل مكمل. يعني لان في ناس كمان تبقى زعلانه بتطلع في الاكل، مبسوطه بتطلع في الاكل. ايوه الاكل يعني ده عامل نفسي، هقول ازاي نلغي الفكره دي؟ صح، ما نربطش الفيلينجز او الايموشنز بالاكل، يعني ازاي نقدر نعملها؟ هقول لك حاجه، ليه الناس الناجحه انجح ناس واخده ناس في العالم بتهتم بصحتها مع ان هم معاهم فلوس تعيشهم هم واحفاد احفاد احفادهم فعلا مرتاحين؟ ليه ما بيروحش ناحيه الشهوات وياكل فاست فود وبالليل والصبح؟ لانه عارف اهميه الصحه. الفقير عقليا مش ماديا بيهمل صحته، الغني في المنتاليتي اللي عقليته غنيه، هنا مش الفرق المادي انا بتكلم على المنتاليتي، عقليته عقليه غني فاهم قيمه الصحه، فاهم انه ما ياكلش ويبوظ جسمه باكل فاست فود. طيب ايه اللي بيخلي الناس تروح عاطفيا للاكل؟ الناس من الاسترس بتاع اليوم والمشاكل الحاجة الوحيدة اللي بتديله هرمون سعادة مؤقتة هو الفاست فود. المخ مش متعود على طعم التست بتاع الصوصات والتست بتاع الحلويات، احنا عايزين شوكليت والقشطوطة والكلام ده كله، فلما بيدوقها بيبقى فيه سعادة بقى افطار اللمة ويلا هنجيب كريب ويلا، هو حس بسعادة ممكن في يومه كلها مش شايفها. احنا الفسحة عندنا اكل، هي دي الفكرة، هو هنخرج هناكل فين؟ هي دي الفسحة، احنا شعب اكيل. وده يمكن مخلي كم كمان الفود بلوجرز كتير جدا في مصر، لان هم شافوا ان ناس كتير بتهتم بالاكل، فبقى الموضوع يعني كم الناس اللي بتريفيوهات الاكل كتير جدا. ليه؟ لان الشعب ده بيهتم بالاكل جدا. طب لو حد كبر على الفكر ده ينفع اجي اقول لحد عنده 40 سنه او 50 سنه انت لسه صغير ولسه في امل ولازم تبدا؟ اكتر الناس بتعرف امتى الصحه الناس الكبيره. صح، الناس اللي بيدوق السكر والضغط وانه مش قادر يمشي بيندم انه ما لعبش رياضه. دايما لما بيجي لي حد كبير 50 سنه او 60 سنه وتقول لي انا لازم العب رياضه، ده انا جالي ديسك، ده انا جالي كذا، بتقول لي انا ندمت ان انا مش بلعب رياضه في صغري. ببقى عايز ادي النصيحه دي للشباب، ما تستناش الوقت اللي تبقى مجبر تلعب رياضه. ما هو انت النهارده لو ما دفعتش فلوس في الجيم هتدفعها في العياده اكيد، وفي امل، ما حدش ييأس، مش امل لحد اخر يوم، احنا عايشين وفي نفس طبعًا. لازم نحاول طبعًا. ونجرب ونعافر، ولازم يبقى جسمنا حلو وشكلنا حلو وعندنا اراده. انا كان في فتره طويله بنت بتيجي على كرسي متحرك وبتطلع بالاسانسير عشان تتمرن، فمفيش حاجه اسمها اعذار، مفيش حاجه اسمها اصل الوقت انتهى، اصل انا مكسل، اصل انا عندي شغل. دي الاعذار انا اسف اللي المخ عايز يقنع بيها نفسه، اعذار كدابه انه يستسلم عن الدايت. عمرك ما هتقولي لا انا اللي ضعيفه، لا انا اللي ما عنديش اراده، لا انا اللي مش قادر اخد قرار، لا انا اللي كل مره اخد واجل. استحاله تأنبي نفسك. مظبوط، وانس انك أنبت نفسك انت نجحتي. لا مظبوط. طب كابتن مينا احكي لنا عن موقف نجاح انت يعني مش هتقدر تنساه لحد دلوقتي. جوازي. الله ربنا يخليكم لبعض يا رب. ربنا يخليك. اكتر نجاح عملي في الشغل؟ اكتر نجاح عملي في الشغل ان انا مثلا الناس اللي بتبقى بتكون بتشرب مثلا مخدرات او حياتها سيئه قوي ويبقى بطل ويبقى بيشجع الناس، دي اكتر قصه نجاح، ان انا احول حياه واحد لحياه حد سلبي ويكون مدمن حاجه معينه ويتحول لشخص مؤثر لدرجه رهيبه.
دي اكتر قصه انا بحس فيها قيمه في التدريب والتغذيه بتاعتي. مظبوط. مش بس ان حد خس، او واحده كانت مش قادره تخلي بسبب تكيسات الموبايل وخست وبقت الكلام ده اكتر حاجات بحس فيها فاليو بصراحه. شعور بالنجاح جدا. لا مظبوط. لا احنا بجد استفدنا من حضرتك جدا. ده انا شرف ليا، ده انا من اكتر الحلقات اللي استمتعت بيها ونورتنا حقيقي. انا مبسوط جدا وطبعا بشكرك على الهديه الجميله اللي قدمتها فعلا حصري كده في برنامج يعني النص التاني. لا لا ده انت تستاهل اكتر من كده، وبجد يعني اهتمامكم بالست واهتمامكم بالمراه ده حاجه جميله، لان يعني هي النص التاني فعلا في الحياه. مظبوط. بنشكرك احنا جدا، بنعتبر حضرتك نصيرة للمرأة وتشرفنا جدا بوجودك. لا لا يعني المرأة سبب نجاح كل حاجة طبعا. اكيد. طب كابتن مينا يعني قبل ما نختم كده عايزينك تقولينا كلمة او يعني تشجع الناس اللي مش عارفة فعلا تبدأ خالص، تحب تقول لهم ايه؟ الجملة اللي انا لسه اتعلمتها قريب، وانا لما بتعلم حاجة بحب اعلمها لأي حد، جملة فرقت معايا جدا. الناس نوعين، كلنا ما فيش نوع تالت. one day وday one. one day اللي بدأ اول يوم، ودي 1 اللي قاعد بيتمنى وبيحلم يوما ما. فخليك 1 دي، ما تبقاش خليك دي 1 ما تبقاش 1 دي. كابتن مينا انت نورتنا ونورت برنامج النص التاني فعلا، وبجد استفدنا جدا من حضرتك النهارده. وفي نهايه حلقتنا بنحب نشكر طبعا كابتن مينا وكل مشاهدينا، وعايزين نقول لكل واحده خدي القرار، انت تستحقي تحبي نفسك وتهتمي بيها وتشوفي محتاجه ايه وتراعيها مهما كان وزنك، حتى لو حلو ومناسب. الرياضه مش بس للتخسيس، الرياضه بتقوي عضلاتك وتبنيها وبتحافظ عليكي، واهم حاجه ان هي بتفرغ طاقتك السلبيه. حتى لو جسمك مش مظبوط بلاش تلخبطي، امشي على تمرين مظبوط مع جيم مجهز بيراعي اكلك ويتناسب مع اللعب وحالتك كلها من خلال فريق محترف. وبنشكر طبعا كابتن مينا سمير مسؤول نكس جيم، نورتنا النهارده وبنشكرك. نورتنا جدا، وكانت حلقه ممتعه ومتميزه أنا فعلا. وشكرا على الهديه، وان شاء الله كل شاء بنات هي وستات هي هيجاوبوا صح ان شاء الله، كله يكسب طبعا. شكرا لحضرتك، تبقى معانا في حلقات تانية ان شاء الله. ده شرف ان شاء الله. مشاهدينا ونشوفكم في حلقه جديده من برنامج النص التاني.